لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مجدي حلمي مستشار وزارة التضامن. برحب بحضرتك معنا دكتور مجدي. أهلا وسهلا بحضرتك. بنتكلم عن جهود الدولة المصرية في القضاء على ظاهرة ختان الإناث، هذه الجريمة، لو تكلمنا عنها أكثر باستفاضة. الحقيقة معالي وزيرة التضامن الدكتور لبين قباش أطلقت يوم 6 فبراير حملة بعنوان ختان البنات جريمة، بنفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. وطبعا يوم 6 فبراير هو اليوم العالمي لرفض أو مناهضة ختان البنات، والحملة هتستمر طوال شهر فبراير ومارس أو منتصف مارس. والفكرة في الحملة هي رفع الوعي مع الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والمضاعفات والتداعيات الناجمة عن ختان، مش بس ختان البنات لكن مجموعة من الممارسات التقليدية الضارة ضد الفتيات، على رأسها ختان البنات، جواز الأطفال، الحرمان من التعليم، وأيضا التمييز ضد البنت في التربية. دي الممارسات التقليدية اللي احنا بنحاول مع الأسر الأولى بالرعاية أننا نوعي بمخاطرها. وده طبعا استكمال لمجموعة كبيرة من الحملات والجهود اللي على مدار زي ما حضرتك أشرتي مشكورة، أنه المدفع الصحي للأسرة المصرية اللي قام بيه إجهاز مركز التعبئة العامة والإحصاء ادانا مؤشرات الحقيقة تدينا أمل وتفاؤل كبير، لأنه بين الأجيال الجديدة في سن الفتيات اللي من 0 إلى 19 انخفضنا إلى 14% بعد ما كنا 21% في المسح اللي قبله بتاع سنة 2014، فده مؤشر جيد. كمان اتجاهات الأمهات اللي هو نية الأمهات اللي عايزة تختن بناتها كمان انخفضت ل 13% بعد ما كانت في 2014 35%، فده مؤشر جيد ان احنا بنعول كتير على الأجيال الجديدة. هو ده اللي بيدينا المؤشر الحقيقي اللي مؤشر جيد بالفعل. فعلا انا يعني كنت عايزه اسال حضرتك يعني بالتفصيل عن نجاح هذه الحملات التوعويه بالفعل في رفع الوعي لدى الامهات باضرار هذه العاده القديمه ختان الاناث، واهميه التخلي عن هذه الممارسه اللي جرمها القانون يعني زي ما قلنا منذ قليل. هو الحقيقه مهم جدا ان احنا لما نتكلم مع الاسر ونتناول القضيه نتناولها من كل الجوانب وكل المناظير، المنظور الاجتماعي والثقافي الصحي الديني كمان مهم جدا، وايضا الجانب القانوني كمان مهم جدا اللي انضاف لنا من ساعه ما تم تجريم هذه الممارسه. كمان بقى عندنا لانه الحقيقه الوعي القانوني كمان ثقافه، يعني هو حتى وان كان ما زالت الممارسه بتمارس من بعض الأطباء والممرضات والعاملين في المجال الطبي، لكن كمان إنه تجرم هذه الممارسة ده كمان مهم جدا، إنه كمان يجرم مش بس القائم بإجراء الممارسة لكن كمان الداعي ليها واللي بيعمل لها دعاية، وكمان الأسرة أو ولي الأمر اللي بياخد بنته لإجراء الختان ليها. فالقانون الحقيقة صحيح الردع القانوني يعني أمر هام بكل تأكيد دكتور مجدي، يعني ربما بتصل بعض الحالات لشطب الأطباء الذين يقوموا بهذه الجريمة من يعني نقابات الطبية. أنا بشكرك شكرا جزيلا بكل تأكيد الدكتور مجدي حلمي مستشار وزارة التضامن، شكرا جزيلا لحضرتك.